الحين يا دكتور في التفريش اي لما فرشتني بالطريقه الصحيحه هذه جميل اشوف بين اللثه وبين السن باقي في اكل جميل تمام لما اجي اقول لا بشيله بالقوه يطلع الدم من اللثه جميل فايش طيب. ايش الخيار الافضل يعني بالنسبه للتفريش الاسنان اول شيء انت اختيار الفرشه حقت الاسنان كيف دائما ينصحون في الفرشه اللي تجي ما هي معرجه تكون مستقيمه جميل جميل وتكون فري يعني سوفت او سوفت بعضهم يروح للصيدلي ويقول ابغى فرشه قويه يتوقع انه اذا صارت الشعر حق الذا قوي مره انه بينظف اكثر وهذا غلط لان هذه اصلا هي اللي تسبب لك الالتهابات اللثه حلو فطريقه التفريش دائما اذا عندك مثلا والله فيه نزيف فيه التهاب في اللثه حاول انك تستخدم الفرشه اللي مثلا ناعمه مره تستخدمها الاسنان اللي فوق من فوق لتحت باتجاه واحد ما هو باتجاهين لان لو اتجاهين ترفع باللثه لكن خلها في اتجاه واحد من اللي فوق اللي تحت طبعا العكس تجي على زاويه اللثه بزاويه 45 ترفع هذه اول شيء انها تدخل اللثه بين الاسنان ما تسوي لها قصور الشيء الثاني استخدام الخيط بالنسبه لك الخيط مثلا الان الناس يعني يعانون من الشيء هذا الخيط اذا انت مثلا ما يسوي فتحات بين الاسنان ما يسوي فتحات العود يسوي فتحات لكن الخيط لا بعدين فيها اماكن ما تقدر تنظفها الفرشه مستحيل ان تنظفها لازم ينظفها الخيط الحاجه الثانيه بين الاسنان زي المثلث خصوصا الاسنان الخلفيه في زي المثلث المثلث هذا يجتمع فيه الاكل مع الاكل انت ما تقدر تنظف مثلا اذا ما تنظف بالخيط بيتجمع الاكل البكتيريا تبدا تاكل في العظم ينزل يسبب لك حاجه اسمها بوكت هي من ضمن مسببات رائحه الفم للنص ويمكن دكتور فارس عنده موضوع في لا تقصدي في الجدار الجدار ما له خيط علاقه فيه في جدار السن برا جدار السن طريقه تفريشك يمكن انت تفرشها بال لا لا افرش كذا ما ادري حتى احيانا اسوي بظفري كذا فعلا يعني ممكن ازالته يعني سويت تنظيف طيب سويت تنظيف اسنان سويت تنظيف اسنان كل شيء غريب لازم انه يشوفك طبيب اللثه لانه ممكن يكون مثلا في شيء بين مثلا السن سطح السن نفسه وبين يمكن يكون فيه زي الفتحه بين السن وبين اللثه فيتجمع فيها الاشياء هذه انت مع التفريش ممكن انك تدخل الاكل اصلا مع داخلها لكنك لازم تحرص عليها المنطقه اللي زي كذا لازم تحرص عليها لانه ممكن يصير فيها قصور في اللثه كبير وتدخل في مشكله ثانيه طيب احنا بناخذ سؤال الحين من فيصل شاعرنا فيصل بن قربه قبل ما ناخذ السؤال نبي نسمع منك بيتين انا ما عندي سؤال طال عمرك عندي طلبه بيسمع الرجال قصيده بس قصيده بس احنا بنسمع منك نريح شوي محمد يصر ما اكيد فيصل سمعه هاي بيتين في القصايد تعالك سؤال مالك زود خلي نسمع من الرجال ثم نرجع لا احنا والله ما باقي اسئله بنسمع اذا بقى وقت اذا بقى وقت